السلام عليكم. في الفيديو ده هنتعرف على كيفية تغيير اسم المستخدم او اليوزر نيم في حسابك على سناب شات. اخيرا وبعد طول انتظار الميزة دي وصلت لحسابي في سناب شات، فلو الميزة دي لسه ما وصلتش لحسابك بتحدث التطبيق عندك الى اخر نسخة، وبنقوم بتغيير اليوزر نيم او اسم المستخدم بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي مع بعض. بنفتح سناب شات، بيفتح معانا الصفحة اللي احنا شايفينها، بنضغط على الصورة الدائرية للحساب اللي موجودة في اعلى يسار الشاشة. بيفتح معانا الصفحة دي، بنضغط على علامة الترس اللي موجودة في أعلى يسار الشاشة علشان ندخل لصفحة الإعدادات. بيفتح معانا صفحة الإعدادات زي ما احنا شايفين، عندنا هنا خيار اسم المستخدم، خيار اسم المستخدم تم تفعيل الخيار ده، وعلشان تتأكد ان الخيار ده مفعل عندك بتجد السهم اللي موجود في اليسار، قبل كده السهم ده ما كانش موجود، فبنضغط على اسم المستخدم. وعلشان نغير اسم المستخدم بنضغط على خيار تغيير اسم المستخدم اللي باللون الأزرق، وهنا بيقول لنا يمكنك تغيير اسم المستخدم مرة واحدة كل عام، يعني كل سنة ممكن تغير اسم المستخدم، فلازم تركز جدا وانت بتكتب اسم المستخدم الجديد. فبنضغط على خيار متابعة، وهنا بيطلب مننا اختيار او كتابة اسم المستخدم الجديد، بتكتب اسم المستخدم اللي انت حبه، وليكن مثلا انا هغير كده كمثال. وللتأكيد بتضغط على خيار التالي، وبالتالي بيتم تغيير اسم المستخدم في حسابك على سناب شات. ياريت لو استفدت من الفيديو تضغط لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وشكرا جزيلا على المتابعة.